في الإسلامية صفحة 67 والعياذ بالله جايب صورة ليوم القيامة. وماذا يعلقنا؟ ورينا الصورة. العياذ بالله. يا اخوانا تتخيلوا انه ممكن ده يحصل في مناهجنا التربوية؟ هذه صورة ليوم القيامة. دي أرض المعشر يوم يحشر الناس ضحى. السيدة عائشة رضي الله عنها لما النبي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجال والنساء يا رسول الله ينظر بعضهم إلى بعض. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: الأمر أفظع من ذلك يا عائشة، الأمر أفظع من ذلك، لكن دار يهونوا على الناس يوم القيامة عشان أنت تفعل ما تشاء من الكفر والزندقة والإلحاد والخروج من الدين.